إليك يا رب. طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en het uitleef. Ons hoe om te bid, soos Johannes sy volgelinge geleer het. Wanneer jy bid, sê: Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons sondes, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Lank gelede het die profete in die skrif geskryf dat God die Messias sal stuur om sondaars te red en hulle met God te versoen. Jesus se lewe wys dat hy regtig hierdie verlosser is wat God beloof het om na die wêreld te stuur. Die profeet Jesaja het geskryf: "’n maagd sal swanger word en 'n seun baar." Dit het toe so gebeur. God het deur sy krag veroorsaak dat Maria, 'n maagd, swanger geword het en aan Jesus geboorte gegee het. Soos dit in die skrif geskryf staan, was die wonderwerk van sy geboorte God se teken dat hierdie kind die Messias is, die een wat God sy seun noem. Toe mense Jesus gesien het, het hulle die aard en die krag van God gesien. Hy het mense genees en hul sondes vergeef. Hy het aan hulle 'n plek in sy ewige koninkryk beloof. Jesus het sy lewe opgeoffer en alle mense se straf verduur. Daarna het hy opgestaan en gewys dat sy krag groter is as die mag van die dood. Jesus, die Messias, het gesê: "Ek het die mag om my lewe af te lê en die mag om dit weer op te neem." Jesus se lewe het die profesieë vervul en het bevestig dat God se heilige woord foutloos en ewig is, soos die profete vertel het. Jesus is die woord van God. In Jesus openbaar God homself aan die mense van hierdie wêreld. Jesus het gekom om ons oorvloedige lewe te gee, soos dit was toe God die eerste man en vrou gemaak het. Maar hulle het God wantrou
en sy gebooie nie gehoorsaam nie. In die skrif staan geskrywe, almal het gesondig. Die loon van die sonde is die dood. Mense wat gesondig het, kan nie in 'n verhouding met God lewe nie. Maar net soos God 'n ram voorsien het om in Abraham se seun se plek te sterf, so het God Jesus gestuur om in die plek van Adam se nageslag te sterf. Hy het dit gedoen sodat hulle wat in hom glo en hulle vertroue in Jesus stel, weer by God kan wees. Daarom sal hulle wat Jesus volg die straf van die hel vryspring en vir ewig saam met God lewe. Toe Jesus uit die dood opgestaan het, het hy aan sy volgelinge gesê, Mense sal in my naam aan al die nasies verkondig dat God diegene wat berou het en terugdraai na hom toe sy sondes vergewe. Jesus het ook gesê dat hy die Heilige Gees sal stuur om met sy volgelinge te wees, om hulle die waarheid te wys en krag te gee om God se pad te volg. Toe die sondige vrou berou gehad het en vir Jesus as haar Here begin volg het, het Jesus gesê, Jou sondes is vergewe, jou geloof in my het jou gered. Jesus het gesê as mense God regtig lief het, is dit 'n bewys dat God hulle sondes vergewe het. Jesus die Messias het mense geroep om hom te volg. Hulle wat besluit om Jesus te volg, kan hul verhouding met hom met die volgende woorde begin. God, my Vader, U is regverdig. Ek dank U dat U my liefhet. Ek het berou dat ek U gebooie nie gehoorsaam het nie en teen U gesondig het. Ek dank U dat U Jesus gestuur het om in my plek aan die kruis te sterf en dat Hy uit die dood opgestaan het. Ek dank U dat Hy die straf vir my sonde verduur het. Ek wil U wil doen en neem Jesus aan as my verlosser en my Here. Ek dank U dat U my sondes vergewe het en die pad vir my oopgemaak het om saam met U vir altyd in U koninkryk te wees. Ek vra U om my U Heilige Gees te gee om by my te wees, om my U pad te wys. Mag Hy my krag gee om U met my hele hart lief te hê en 'n lewe te lei wat U behaag. En mag mense U oral in die wêreld loof. Amen. Jesus het van sy volgelinge gesê, My skape hoor my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Volgelinge van Jesus vergader saam, hulle praat elke dag oor hom en bestudeer sy woord. Hulle probeer sy voorbeeld volg en vertel vir ander van hom. Jesus lei hulle en versterk hulle deur die krag van God se Gees wat in hulle harte woon. Hulle onthou wat Jesus aan sy volgelinge gesê het voordat hy op 'n wolk terug is na sy troon in die hemel. God het aan my alle mag gegee in die hemel en op aarde. Wees seker hiervan, ek is altyd by julle tot aan die einde van die wêreld.